متابعي قناة تلفزيون تي في، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اليوم. بداية أسبوع سعيدة للجميع. برنامجنا اللي يجيكم الاثنين للجمعة 9:15 متاع الليل. نتحدث في حلقة اليوم عن مرصد جديد. مرصد هذا تم تأسيسه منذ تقريبا شهرين، المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة. المرصد هذا اللي يعاني في المدة الأخيرة من بعض المشاكل، خاصة بعد ما أعلن أنه تعرض إلى تهديدات أو ما يسمى بالانتقادات من قبل إمام خطبة الجمعة في أحد المراكز، في أحد المساجد في العاصمة، وأيضا هجوم على صفحات التواصل الاجتماعي. نتحدث عن ما تعرض له هذا المرصد في المدة الأخيرة، وأيضا دوره خاصة في الدفاع عن مدنية الدولة. وضيفتنا اليوم الكاتب العام لمرصد الدفاع عن مدنية الدولة مدام سناء غنيمة، مرحبا بك. عايشك، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك مدام. في البداية خلينا نشوف تقرير عن المرصد وما تعرض له في المدة الأخيرة من هجومات، خاصة من قبل إمام أحد المساجد في العاصمة، وأيضا ما اعتبرتموه هجمات الذباب الأزرق على صفحات التواصل الاجتماعي. أفاد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في بيان ليه إنه إمام جامع مركز العمران الشمالي خصص خطبته الثانية لصلاة الجمعة ظهر يوم الجمعة 28 فبراير الماضي للحديث على المركز، وإن قال الإمام إنه أصحاب المركز هذا يدعيوا أنهم حدثيين وديمقراطيين وأنهم يدافعوا عن الحرية، رافعين شعار المحافظة على الدولة من الإسلام السياسي وعلى التعليم من التطرف الديني، والحال إنه ما يفقهوش شيء من الإسلام. واختتم خطبته بتحذير المصلين من المرصد هذا اللي يهدف إلى إكراههم في دينهم حسب نص البيان. وأضاف المرصد إنه وأمامها التجاوز الخطير اللي أتاه إمامها الجامع، وبقدر حرصه على عدم إدماج الدين في السياسة فإنه يحذر من مخاطر إدماج السياسة في الدين، كما يعتبر إنه الخطاب هذا يحتوي على نشر الكراهية بين الناس وعلى التحريض ضد المرصد وضد مناضليه، مما قد يؤدي لتعنيفهم لفظياً أو جسدياً. وطالب وزير الشؤون الدينية بوضع حد لنشاط هالإمام لخروجه عن روح خطبة الجمعة، وبتحذير أئمة الجوامع من تسييس الدين وبتنظيم دورات تثقيفية لهم حتى يستوعبوا مفهوم مدنية الدولة وروح الدستور. وأبدى المرصد استعداده للمساهمة في هالتكوين. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أفاد منذ أيام بأن صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تتعرض لحملة شرسة، مما وصفهم بمجاميع الذباب الأزرق بتوجيه من جهات معلومة بغية إسكات صوتها، وأن الحملة هذه تأتي مباشرة عقب تداول وسائل الأعلام الوطنية نبأ ندوتها الصحفية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي في أحد نزل العاصمة. كما شفنا متابعينا الكرام الحملات التي تعرض لها المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة مدام سناء غنيمة. في البداية خلينا نحكي على تأسيس المرصد، يجي في فترة عاشت فيها تونس انتخابات، تعيش في مسار انتقالي، ما عندوش برشا من اللي تأسس. شنو الأهداف؟ كيفاش كانت الفكرة في البداية لتأسيس المرصد مدنية الدولة أو الدفاع عن مدنية الدولة؟ شكرا مرة أخرى على التقرير، لأنه زاد مهم نبينه للرأي العام شنو اللي صاير. تأسيس المرصد هو فكرة الحقيقة تابعة للنضال في مجال الحرية والعدالة والديمقراطية في تونس، اللي هما مبادئ بطبيعة الحال قائمة عليهم الجمهورية، وخاصة الجمهورية الثانية، وينص عليهم الدستور صراحة. من ناحية القانونية، من ناحية الدستورية، نعرفوا اللي الفصل الثاني من الدستور ينص على أنه تونس دولة مدنية، لكن في الممارسات اليومية وخاصة في بعض المجالات اللي احنا نعتبروها استراتيجية وخطيرة، خاصة على الأجيال الشابة والأطفال كما التعليم وغيره، قلنا لازم تكون عندنا جهة كمجتمع مدني نرصد الخروقات وكل ما هو عدم مطابقة الممارسات مع نص الدستور الواضح والصريح. هكا جات فكرة المرصد،
وهو متكون بطبيعة الحال من عدة مناضلين في المجال الحقوقي خاصة. وبرئاسة السيد منير الشرفي. برئاسة السيد منير الشرفي. والبيان الأولاني معناتها اللي عملنا به تأسيس المرصد كان ممضى من تقريبا 25 شخصية وطنية انضافوا لهم تري رابيدمون معناتها 25 أخرين ولا 28، وبعد ولات الحقيقة مئات وآلاف من المنخرطين والناس اللي مهتمة بشأن المرصد هذا. هل أحسست أنه فما نجم نقول أنه فما تهديد لمدنية الدولة في المدة الأخيرة، وهذا اللي خلاكم كأكاديميين أو كمدافعين عن حقوق الإنسان وعن مدنية الدولة، هذا اللي خلاكم تتحركوا؟ يعني هل فما تهديد نجم نقول ما غير ما نحكيه على اللي صار المدة الأخيرة قد نوصلوا له قبل، هل أنه وقت فكرة التأسيس؟ هو من قبل فكرة التأسيس بطبيعة الحال، هو يعني نتاج للتفكير وللأشياء اللي احنا نشوفوا فيها الكل وعايشينها. يعني احنا نعرفوا في بلادنا بصفة عامة نحطوا قوانين وهي واش جعلت القوانين ومراقبة القوانين وتطبيقها، لأنه فما ناس ما تحترمش القانون. يا أخي نص الدستور، الدستور الناس تقول لك وافقنا عليه وصدقنا عليه، ولكن في الممارسات اليومية ما فماش احترام للدستور معناتها وللنص هذايا نتاع مدنية الدولة. هي مدنية الدولة شنية؟ أنه كل إنسان في تونس هذايا هو مواطن كامل الحقوق وله حقوقه ومسؤولياته وواجباته، لكن لا نفصل بين المواطنين لا من ناحية الجنس ولا العرق ولا الدين ولا الانتماء السياسي ولا غيره. الناس كل مواطنين كاملي الحقوق وعندهم الحق في ممارسة شعائرهم الدينية، سواء كانوا مثلا من الطائفة المسلمة أو اليهودية أو المسيحية أو غيرها. هذه نص الحرية ونص الدستور كذلك. الدولة شنو الدور متاعها؟ الدولة أني تضمن هذه الحريات، معناتها الناس الكل تمارس شعائرها وتمارس حرياتها مع احترام القانون ومع احترام الآخرين الناس بعضهم لبعض. والدولة هي الفيصل، هي اللي باش تطبق القانون باش يصير هالاحترام هذا. احنا شنو لاحظ؟ مثلا ناخذوا حاجة هزت الرأي العام، مدرسة الرجال. احنا عندنا التعليم في تونس مقنن بقوانين وبضوابط تضبطها الدولة التونسية. تنجم تكون المدرسة العمومية التونسية، المدرسة الخاصة، رياض الأطفال عندهم كراس شروط وقواعد معناتها ينشطوا عليها، الجامعات، مراكز التكوين، الكتاتيب، المدارس القرآنية، كلهم عندهم جمعيات، عندهم ضوابط وعندهم قوانين يخضعوا لها وكراسات شروط. إيش نشوف واحد؟ هذايا ما عادش اسمه مدرسة الرقاب، اسمه محتشد الرقاب، لأنه اللي صار فيه من عنف وتعدي على الطفولة وتعدي على الحقوق والتعدي على إجرام في حق الطفولة التونسية وفي حق الأطفال هذوما اللي لقيناهم في المحتشد، منهم حتى التعديات الجنسية، هذي باسم شنو؟ باسم الدين وكذا، والدين براء من كل هذا معناتها. هذاك علاش احنا قلنا هذه حاجه من الحاجات، ما نجم نذكر لك برشا حاجات اخرين بطبيعه الحال، يعني تجاوزات بالجمله. لليوم نجموا نمشيو للمكتب بريد، نجموا نمشيو البلديه من البلديات، لما ندخل انا كامراه يقولوا لي من فضلك يا استاذه شد الصف نتاع النساء، صف للنساء وصف للرجال. هذا موجود في تونس، هذا موجود في تونس وهنا مش لازم نسمي معناتها. لا يظهر لي لازم نسميه، لانه بصراحه انا واحد من الناس يعني انا نقول لك مكتب بريد الدندن مثلا مكتب امشي باش تجبد حواله بريديه تلقى الممارسه هذه في يعني الشباب. نحكيوا على صف للنساء وصف للرجال، ولا ما انت تقف في صف الرجال يقول لك من فضلك امشي لصف النساء. شنو القانون اللي يقول هذا؟ احنا عمره ما كان فما قانون والا لمنع الاختلاط، لمنع الاختلاط، واحنا مختلطين في المدرسه، مختلطين في الفضاء العام، في الشغل، في اماكن العمل. مدام سناء لهنا انت تحمل مسؤوليه الكلام، لانه انا اتحمل أكيد مسؤولية الكلام. لانه بصراحه هذه تحكي في حاجه خطيره، نحكيو على حاجه خطيره. نعم. وحاجه لاول مره تخرج هذول. انا واحد من الناس على الاقل ما سمعتش به انه اليوم في احد المؤسسات العموميه وبريد التونسي فما صف للرجال وصف للنساء بتعليمات من شكون نحكي؟ ما نعرفش. اما يلسوفي باش انت تقول لا انا باش نقف هنا وما فما حد شيقول يجبدوا كلامهم. جاكم بناء على التشكيات او انه فما معاينه انه عملتوا دوركم؟ يظهر لي الدور المرصد شنو هو؟ يرصد التجاوزات. شنو نقول لك؟ فما بطحاء في صفاقس. عطيت معناتها ما تحب الاسم. فما دي باكا فلور، يعني هما الوحود اللي يحطوا فيهم النباتات في البطحاء هذيك، محطوط عليهم شعار رابعه ومكتوب عليهم رابعه من 2013 الى يوم الناس هذا. تشكيات مشيت للبلديه،
باش يدهنوهم. شنو هالشعار هذايا اللي شنو يرمز ضد مدنيه الدوله وعدم احترام التراب التونسي؟ اللي مثلا شعار رابعه والحديث اللي صار شفنا حتى في البرلمان، حتى في البرلمان انه لهنا الخطاب سياسي اكثر من انه عن مدنيه الدوله والدستور. هذا هو الزج بالناس بالمواطن العادي. يعني انا نخرج كمواطن عادي في بطحاء عموميه نتعدى نشوف هالشعار هذي اللي هو سياسي بامتياز واللي هو ايديولوجي بامتياز وخطينا حتى احنا ماهوش في ماهوش تونسي بالاساس، نلقاه في الفضاء العام. شنو يعني هذي؟ يعني دعوه معينه وموجهه الى سختان براتيك، معناتها معاملات انه معينة. مثلا ما يعتبروا الصف المخالف، لانه انا نعطيك الاراء الكل وتنجموا تجاوبون عليهم، ما يراها الصف المخالف انه تعبير عنه سند اللي ما يعتبره حدثت مجزره في مصر، هو هذا ما يراه، هو مسانده منه كمواطن عادي كما اي جرافيتي في اي حيط. لا تروش انت الشيء، لا هذا انت بنفسك توا كنت تقول هو مسيس بامتياز. يعني لو كان جات مسانده لحراك معين لانه فما اضطهادات، واكيد احنا ما نقولوش ما فماش اضطهادات ولا تعديات، ولكن انه عنده كونوتاسيون بوليتيك لا يهم المواطن التونسي في حياته العامة وفي فضائه العام احترامه. هذه لهنا النتائج الانتخابات شفتوا فيها ما أفرزته نتائج الانتخابات وصعود قوى جديدة، نحكيوا على قوى ما كانتش في الانتخابات الفارطة وفي السنوات الأخيرة، هل رأيتوا أنه بداية خفتوا منها يعني النتائج هذه لما يمكن أن تصل به إلى هذه الدولة يعني اليوم بهذه النتائج بهالأطراف اللي طلعت اليوم؟ لا صراحة. احنا ما نخافوش، وهذا ما كان يعني نتخوفوا. نتخوفوا وهذا ما خلاكم تخموا كأكاديميين وكمدافعين عن مدنية الدولة أنكم تكونوا المرصد هذا وتنشئوا المرصد هذا؟ طبعا، لأنه مربع العنف رجع في شكل آخر وفي شكل نجم نقولوا أخطر، يمكن لأنه الآن تحت قبة البرلمان. لأنه اليوم قبل كان يصير تعدي مثلا على الاختلاف في الفكر في الفضاء العام، معناتها ساعة ساعة نسمعوا، مش ساعة ساعة برشا هو الحقيقة كان، ولكن نقص بعد 2014 ولقينا توازنات نجمو نقولوا، والناس هذه كانت تصير في الفضاء العام يعني. لكن احنا وصلنا في مراحل خطيرة ياسر اللي هي الاغتيالات السياسية ما ننساوش أكيد. يعني مع عشت البلاد في 2013 و14 وبالتالي قلنا تعدينا تجاوزنا هذه. لكن اليوم وقت اللي يقتحم البرلمان التونسي واحنا مناش بشرطه موافقين الناس اللي اعتداوا عليهم، ولكن تحت قبه البرلمان يقع الاعتداء على ممثلين للشعب التونسي باسم شنو؟ بتعله شنو مره اخرى؟ الدين. لهذا هو الاشكال، يعني اننا نختلف فكره بفكره، موقف بموقف، مشروع ضد مشروع، تصير نقاش. لكن وقت اللي نوصلوا للعنف ونرجعوا المربع العنف ونزيدوا العنف هذايا نعملوا له مؤسسات ونحميوه داخل مؤسسات، ولا نطلبوا رقابه على ناس دون ناس في دخول البرلمان، هذايا بالطبيعه يعتبر تهديد. واحنا مره اخرى نقولوا احنا ماناش خايفين، لكن متخوفين على المسارات اللي هي ما زالت مسارات هشة وما زالت يعني نحاولوا نلقاو التوازن. احنا في طريق الديمقراطيه والديمقراطيه واحترام الاخر. احنا شفت معناتها التونسي اليوم يمكن حتى حاجه خارجه على موضوع مدنيه الدوله، ولكن مهمه جدا، يعني التعامل مع الاخر في الفضاء العام. يعني كيفاش اليوم على خاطر فما انفوبي، فما تخوف على خاطر فما فيروس في العالم، يتم مواطن صيني موجود في تونس هو متعدي على نفسه، الناس تنعتوا بفيروس وتضربوا وتعنفوا لانه سيدلاك زينوفوبي، يعني هذيا كره ورجيل الاخر. احنا بلاد تونس بلاد للتسامح وكل، مش معقول. مادام سنه بالمناسبه هذه احنا حاولنا نتصل به المواطن الصيني المقيم في طبعا. تونس، وحتى ارسلت له رساله، وان شاء الله ان شاء الله يجيبنا في القريب العاجل حتى يجي يتكلم على اللي صار له طبعا. لانه حسب ما قرينا حسب شهادته اللي تم تداولها بصفه كبيره، يعني يعاني من التنمر او انه يعني بالضبط. انه يعني حاجه لا انسانيه اللي صار في برشا كما الاشقاء واخواننا واولادنا اللي يجيو يقراو في بلادنا من باقي الدول الافريقيه، واللي ولات حاجه سامحوني معناتها بريسك عاديه انا نسمعوا اعتداء على طالب افريقي. طالب راهو معناتها شاب جاء بوهم مدافعين عليه فلوس وقالوا له اضمن من انك تمشي لبلد اخرى، تمشي لبلد افريقي تونس اللي هي بلد التفتح، بلد الشباب، بلد يطيب فيه العيش.
يلقى روحه واحد أساسي معرض للبركاجات. واحد معرض للبركاجات والتنمر خاصة، أو كريمو معناتها التمييز العنصري. معناتها هذوما قضايا راهو مهمين جدا أن نطرحوهم الكل وندافعوا عليهم. باهي مدام سنة غنيمة، فما السؤال اللي يقول لك أنه ما تخافش، أنه بعدنا شوية على موضوع الهوية وصراع الهوية، أنه اليوم ترجعونا بالمرصد هذا وبالكلام هذا وبالقضايا هذه، الصراع الهوية اللي يظهر لي ما بين 2011-2014 تقريبا كان القمة يعني في صراع الهوية في تونس، وكلام من هنا وكلام من غادي، لكن رجعنا شوية نحكي على الاقتصاد ومشاكل تونس وما حكيناش على صراع الهوية. مش ما تخافوش انه ما تتخافوش انه الناس تفهمكم بمفهوم خاطئ، او انه لازم اليوم صراع الهوية لانه خايفين على مدنية الدولة؟ بالعكس، مدنية الدولة والمرصد ما عنده حتى علاقة بالهوية، وهذه من جملة المهام متاعنا. لأنه أكيد فما ناس تسيء الفهم، وأنت طبعاً تعرف ما يحدث وربط كل حاجة بموضوع آخر يعني في تونس. صحيح. هذا اختصاص. صحيح، وهو هذا هو اللي يخوف. اللي يخوف هو التأثير على الرأي العام بمفاهيم خاطئة. لأنه احنا اليوم مثلا نقول حقوق الإنسان، تونس مصادقة على حقوق الإنسان، على اتفاقيات الكل، على المواثيق الدولية موجودة في الدستور، الحريات الكل. علاش موجودة المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان؟ لأنه فما تجاوزات. احنا بنفس الطريقة، بالعكس ماناش راجعين للنقاش في مبدأ الهوية. احنا هويتنا تونسية أكيد، بكل مفاهيمها وبكل مكوناتها وبكل اختلافاتها وبكل ثرائها زادة، لأن الهوية التونسية ثرية جدا. لكن احنا في الممارسات في الحقل العام، يعني الدولة المدنية التي تضمن حقوق مواطنيها الكل بقطع النظر على أي ممارسات كاملة، معناتها باحترام اختلافاتهم وبضمان حريتهم وخصوصيتهم كذلك. يعني ما نجمش أنا ندخل باش جوبوستول الخدمة باش نطلب شغل ووقت اللي يشوفوني لابس بالطريقة الفلانية وإلا كذا يصنفوني ويقسيوني على خطرني لابس نوع A ولا B ولا C ويصير تصنيفي. هذا ممنوع في دولة مدنية. ولهنا نحكيه على الأصناف الكل، لأنه الدولة راهو تنجم القانون، فما قانون يحمي المواطنين لكن تصير اختراقات، تصير خروقات لذلك القانون. باهي خلينا نقدمه لما صار بعد التأسيس. بعد بيان التأسيس بديتوا في العمل متاعكم، لأنه كما قول أنت حسينا ببعض ما يحدث في مدينة نتخوفوا شوية على مدنية الدولة. وقتش نجموا نقولوا أنه بدأت الحملة بصراحة، فما حسيتوا أنه فما حملة؟ هذا أكيد. مش حسينا هو بالبداية كيفاش كانت البداية نحكي الحقيقة؟ نهار 25 فيفري يعني الأسبوع الفارط، يوم الثلاثاء الفارط، أقل من أسبوع توا، قمنا بالندوة صحفية للإعلان على تكوين المرصد. التغطية الصحفية، وشكرا من هنا للصحفيين الكل وللقنوات والجرائد والصحف المكتوبة والمسموعة والمرئية، الحقيقة أنه مبلغوا، وهذه معناتها إيصال وجهة نظر وتفسير كذلك لدور المرصد اللي احنا حبينا نوضحوه، خاطر باش نهربوا على التأويلات هذه وإلا المفاهيم الغالطة. معناتها هذه شنو حبينا، ما زلنا نعملوا في الكوليكت متاع شنو كتبة الصحافة وإلا شنو اللي باساج اللي صار وكل شيء. جينا من غدوة يعني نهار 26 باش ننشروهم على الصفحة الصباح، نلقاو اللي الصفحة ايتي سسبوندو، معناتها وقفت، هي فيها تقريبا اكثر من 16000 منخرط. وقفت علاش؟ لانه ما يسمى بالذباب الازرق عمل الهجمه شرسه. خلينا باش بالنقطه باش فصلوا، ما اعتبرتموه الذباب الازرق؟ الذباب الازرق احنا كلمه نسمعوا فيها سياسيه برشا، نسمعوا كل مره طرف يقول لك الذباب الازرق، وانا مش انا نتحمل المسؤوليه، لكن ما دائما يتهم بانه الذباب الازرق هو حركة النهضة، يقول لك أنه عندها ناس على الانترنت اللي يقوموا بالسب والشتم والتشويه. هذا ما يقولوه بعض السياسيين، احنا ما مش احنا يعني، هذا ما يقولوه بعض الأحزاب الأخرى. أنتم الذباب الأزرق مقصود به نفس القصد أو أنه أشخاص أخرين؟ احنا ما نعرفوش، ولكن هما ناس كلهم متغطين باسم الدفاع عن الدين كلهم، لأنه الهجمة بدأت في يوم 25 بنعتنا الكلنا على الصفحة
بأن بالتكفير متاعنا بالنعتنا بالملحدين بمرتزقة النظام الفلاني الدفاع عن الغرب كذا كذا ضد الدين ضد المجتمع المسلم ضد ضرب القيم التونسية ضرب القيم لا مش الإسلامية الإسلامية والدينية وإحنا بعيد كل البعد على هذا والناس اللي تعرفنا أكيد هذا دوركم يعني ليه الناس اللي تعرفنا تعرف اللي فينا ناس متدينين جدا يعني وناس وهذا هي حرية وهذه حرية شخصية وما عندها يعني حتى علاقة إحنا نمشيو في مبدأ دستوري مواطني كامل بدأت الهجمات الحقيقة إحنا ما رديناش لأنه ما فماش وقت للرد على هذا عملنا بعض التفسيرات في المجمل ولكن بالنسبة لنا اختلاف في الرأي لا يفسد القضية يعني على الأقل في النقاش في فضاء عام وفي مجال العمل الجمعيات اللي احنا مستنسين به ولكن اللي رأنا هو أنه وقع يعني إيقاف الصفحة وقت اللي مشينا شفنا تكنيك ما معناتها أنا أقول لكم أنا مختصة في العالمية وقت مشينا نلقاو فيسبوك هو اللي وقفها الصفحة لأنه صارت تبليغات فوالا وتبليغات تعرف باش تقف صفحة عدد كبير يعني جدا عدد كبير جدا يعني احنا قمنا بالاتصال لهنا التبليغ يكون على خطاب مثير للكراهية او نوعا ما من هذا بالضبط هذا هو لكن تعرفوا اللي فيسبوك ما يحققش في المضمون ما يحققش بناء على العدد عنده جت تبليغات بعدد كبير يسسبوند احنا عملنا ابل بطبيعة الحال لانه عندك الحق هذا في فيسبوك اكيد نقول ولكن اتصلنا بزوز وكالات المهم احنا نمشيو بالقانون كذلك فما الوكالة التونسية الوطنية للسلامة المعلوماتية والوكالة التقنية للاتصالات لا دو تي ولانسي وعلمناهم وكتبناهم واتصلنا بهم الكل باش اعلمناهم اللي فما هجمة على الصفحة وكل بطبيعة الحال هما ما عندهمش يعني قدرة على التأثير على فيسبوك ولكن هما كجهات رسمية وتقنية وتنجم تثبت من معلومات ينجم يعطيك معلومة هذا هو يعطينا المعلومة ويسندنا في الدمارش متاع اللابل فوالا ومن بعد انتم ما اعتبرتموه هذا يتروها انه هجمة منظمة فما طرف يعني خلينا نفصلوا اللعبات انتم تروا انه فما طرف هو اطلق هذا ما اعتبرتموه ديما نقولوا احنا لانه المرصد يتحمس وليتو الذباب الازرق يعني مش ناس النجم انا نسميها سيبر اتاك معناتها تقنيا سيبر اتاك من جهه معينه ولكن ما نختلفوش في الجهات اللي هم كلهم عندهم نفس الدمارش اللي هم باسم يدافعوا على الدين من منطلقات عده ولكن لي زارتيكل دو بريس يعني البيانات اللي خرجت ولا الممارسات اللي خرجت ظاهره خارجه على شكون يعني اسامينا الكل في ارتيكل وتحريض على الكراهيه وتقريبا على التصفيه اطراف سياسيه يعني تروا انه فما اطراف سياسيه خافت من هذا المرصد او انه حاولت تشويه المرصد منذ البدايه لانه في العاده على الاقل نشوفه بعد مده او تجي موضوع لانه يظل مازال فما برشا مواضيع باش يصير فيهم الخلاف أكيد. على مدنيه الدوله الاخطر انه حسب نص بيانكم الاخطر بدات بمجاميع الذباب الازرق توجهنا انه وصلنا الى صلاه الجمعه بالضبط. ورجعنا الى موضوع الحديث عن هذه عن المرصد وعن هذه الجمعيات ماذا حدث في خطبه الجمعه هذه اللي تعدت نهار 28 كيف فما امام جامع هذايا اللي وصلنا على الاقل خاطر احنا مرصد يلزم الناس ترصد وتعلمنا انه في الجزء الثاني من خطبه الجمعه صار التحريف ضد المرصد وضد باعثي المرصد على انه ناس تضرب في الدين وناس متحامله لهنا على الدين لهنا انتم انقلتوا الكلام تقريبا مو برمو يعني نجم نقولوا انه كلمه بالكلمه هل انه يعني نحكي على تسجيلات على انه مديتوا لانه اصلا لو كان الكلام صحيح وكان تم حتى تكفير وطريقه هذه من الكلام لانه جريمه اصلا يعني نحكي طبعاً على جريمه طبعاً يعني نحكي على جريمه هل انه فما يعني معاينه او تسجيل او عندنا اللي عاودونا اللي جابونا تسجيل وجابونا كل شيء جابوا لكم كل شيء لهنا الخطاب من امام جامع مركز العمران الشمالي حسب نص بيان المرصد الوطني للدفاع عن مدنيه الدوله انه الكلام على المرصد انه الجماعه يدعون انهم حدثيون ديمقراطيون يدافعون عن الحريه رافعين شعار المحافظة على الدولة من الإسلام السياسي وعلى التعليم من التطرف الديني والحال أنهم لا يفقهون من الإسلام شيئا ويحذر المصلين من المرصد
اللي يهدف إلى إكراههم في الدين. التجاوز اعتبرتوه خطير، دعوتم إلى عدم إدماج الدين في السياسة، يعني تحريض، اعتبرتوه تحريض. طبعا تحريض، يعني هذية يذكرنا بفترة كما قلت لك، فترة وصلنا فيها الاغتيالات السياسية، وهذية حاجة مخطرة جدا. معناتها اليوم يا لو كان تتكون جمعية تحب تدافع على الحيوانات اللي تحرقت في الغابة متاع أستراليا، نقولوا لها علاش؟ لانه هذا موضوع، هذا حقكم، هذا حق كل القانون يضمن كل فئة او كل يعني الناس تفكر في موضوع، او لانه ما تهددش الدوله، المهم عندها الحق انه تكون مرصد او مجموعه. واحنا ماناش ضد طرف معين، احنا ضد ممارسات بالجمله. الممارسات هذه ناس تعتبرها اللي هي حاجه عاديه، والا يمكن هما الاطراف هذه اطمنوا، يقول لك ما عادش فما مقاومه في المجتمع المدني، ما عادش فما انفي، ما عادش فما رصد، ما عادش سي بدينا نعديو في الحاجات. وما ننساوش، ما ننساش اللي ناس منهم في 2012 قالوا للدعاه اللي جاوا لتونس، قالوا لهم هذوما ما يهموناش، احنا حشنا باولادهم. فبطبيعه الحال احنا باش نقعدوا متخوفين الى ابد الابدين على التربيه والتعليم في تونس، من معناتها ما قبل الدراسه الى غايه انتهاء الدراسه في الجامعات، لانه حاجات مهمه جدا، وان ما يزلنيش نغمض عينينا. وكان فما يعني كان فما هجمات اخرى في عدد من الجوامع الاخرى، مش الحادثه الاولى هذه. قالونا على جوامع اخرى لكن ما جاناتش. خلينا باش نحكيو، مازلنا باش نحكيو في الموضوع مدام سناء غنيمه الكاتبه العامه لمرصد الدفاع عن مدنيه الدوله. نمشيو فاصل قصير متابعينا الكرام، ثم لنا عوده للحديث اكثر.